مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من تنس بول. كالعادة البطل في برنامجنا والبطل في الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة رياضات زي ما بيقولوا رياضات الشهيدة. النهاردة احنا في بطولة الجمهورية لألعاب القوى. خلوني الأول أبتدي أرحب بضيفي كابتن أحمد حمزة، عضو الاتحاد المصري لألعاب القوى وكمان رئيس البطولة. النهاردة برحب بحضرتك. مرحب بيكم، مرحب بقناة تن. أهلا أنا بحضرتك. يعني حاجة جميلة إن احنا نقدر ننشر الألعاب الفردية اللي هي على المستوى مصر، وعلى بحيث ان الناس تعرف الالعاب دي وتقدر ونقدر ننشرها على اكبر مستوى في جمهوريه طبعا مصر. طبعا احنا بنتكلم عن ابطال بيرفعوا اسم مصر في البطولات الافريقيه والبطولات كمان يعني اولمبيات يعني والأولمبيات. فخلينا نتكلم الاول عن بطوله النهارده. ايوه، النهارده احنا عندنا بطوله 20 تحت 20 سنه. البطوله دي لالعاب القوى هي بطوله الجمهوريه. احنا بناخد الاولاد اللي هم اللي بياخدوا اوائل البطوله في كل الايفنتات، ودول بيبقوا بنوديهم البطوله العربيه والبطوله الافريقيه، ومنهم يتاهل للاولمبياد. النهارده انا عندي اكثر من 1200 لاعب ولاعبه مشاركين في هذه البطوله لمده 3 ايام، اللي هو الخميس والجمعه والسبت ان شاء الله بكره. وعندي اكثر من 80 هيئه رياضيه مشتركه في لانحاء الجمهوريه من اسوان لغايه اسكندريه. ممكن اقول باختصار يعني وزاره الشباب والرياضه والاتحاد المصري لالعاب القوى طبعا، واللجنه الاولمبيه، كله بيساعد في ان احنا ننشر العاب القوى، لان الالعاب الفرديه هي الالعاب اللي بتجيب ميداليات لمصر بالظبط، وهي اللي بترفع اسم مصر بره. احنا النهارده بنتكلم عن تحت العشرين سنه طبعا. ودول مستقبل الرياضه في مصر طبعا. احنا من اول البطوله مين حقق مراكز الاولى ومين حقق المراكز؟ في عندنا بنين وبنات كتير جدا حققوا مراكز اولى، وفي كل الايفنتات اللي احنا بنلعبها، في عندنا 100 متر، في عندنا 110 حواجز، في عندنا 200 متر، 400 متر، 800 متر. كابتن احمد، عايزك تكلمني عن صعوبه تنظيم بطوله الجمهوريه لالعاب القوى. ايه التحديات اللي واجهتكم؟ احنا اولا كالعاب القوى التحديات اللي بتواجهنا نمره واحد ملعب. احنا بنأجر ملعب، يعني الملعب اللي احنا فيه ده ايجار. احنا لينا ملعب فرعي في استاد القاهره، المفروض ان هو يتعمل التراك بتاعه ويبقى مخصص لالعاب القوه. يبقى بالتالي ان انت ده ملعبك هتلعب في اي وقت، لكن انت النهارده تيجي الملعب ده في يوم من الايام بيبقى محجوز لاي حد تاني، فانت ما تقدرش تعمل بطوله في عليه. انت فلوسك كلها اللي انت بتاخدها كدعم بتضيع في تاجير البطولات، بتاجير الملاعب. المفروض يبقى فيه احنا عندنا ملعب مخصص لالعاب القوه زي ما هو في ملاعب مخصصه لكره القدم. غير كده التحديات الثانيه، انت النهارده بتاجر عربيه اسعاف بالايجار، عشان تجيب عربيه اسعاف تبقى واقفه معاك، عشان الاولاد لو حصل اي حاجه لا قدر الله انت بتاجر عربيه اسعاف. فانت فيه تحديات كتير بتقابلك على اساس ان انت تنشط بهذه اللعبه، يبقى انت محتاج دعم كبير، ومحتاج ان الدوله تخصص لك ملاعب مخصوص لكل الالعاب الفرديه دي، عشان تقدر انت تواكب الالعاب دي مع العالم كله. ويعني بالرغم من انه في صعوبات زي ما حضرتك بتقول، لكن احنا محققين ارقام هايله سواء جداً تحت 20 سنه او تحت 20 سنه في الاولمبيات. احنا عندنا بطله في الاولمبيات في ريو دي جانيرو حققت الميداليه الفضيه. وعندنا دلوقتي تاهيل، عندنا اكثر من 7 دلوقتي تاهلوا للاولمبيات طوكيو. تمام. كل ده عايز اعداد وعايز يصرف عليه. فاحنا يعني معلش، هو الالعاب الفرديه دي هي اللي بترفع اسم مصر، لكن رغم ذلك هي بنسميها الالعاب الشهيده لان ما فيش اهتمام بيها كبير جدا. يعني انا بتمنى لحضرتك كل التوفيق، بتمنى لكم كل التوفيق ومجهود يشرف. متشكرين جدا، ونشكر قناه تن والعاملين فيها، ونشكر حضرتك، ومتشكرين جدا على وجودكم معانا ان شاء الله. شكرا، ميرسي لحضرتك.
محمد الحائز على المركز الاول 800 متر عدو. برحب بيكوا، الف مبروك يا محمد. الله يبارك فيك. كلمني عن مسابقه النهارده، عملت ايه من اول ما بدات في المشاركه والنهارده انت حائز على المركز الاول، دخلت منك تدريب قد ايه؟ هو تدريب بقى لي 3 سنين في العاب القوه مع كابتن عمران. يعني بدايتي من اول الموسم الحمد لله، يعني اول برضو وهو يعني بعد 3 سنين برضو الحمد لله لسه في مكان. يعني سافرت برضو دورة الألعاب 2018 مع المنتخب وجبت 7 أفريقيا وتأهلت أولمبياد، بس يعني الحمد لله ما حصلش نصيب. أصعب حاجة النهاردة كانت إيه؟ يعني لا ما فيش حاجة صعبة الحمد لله، بس يعني طبعا بس أول حاجة صعبة الجو، بس هو جرب من القلب مش أكتر بس كده. الصعوبات اللي قابلتك في طريقك في المشوار بتاع الالعاب الالعاب القوه؟ طبعا التمرين اصعب حاجه، صعب نعيط في التمرين من كتر الجري يعني. بس الحمد لله ربنا يعني بيدي لكل واحد على قد تعبه. بس الحمد لله ايه، بيحصل كام دروب كده في في اللعبه، ساعات ما بقاش ليك مركز خالص في التنزيل ما تعملش اي حاجه، بس يعني دي بتبقى اشاره من ربنا انك ترجع تاني. بس الحمد لله. ايه البطولات اللي انت هتشارك فيها بعد بطولة الجمهورية؟ هي ان شاء الله بطولة الجامعات، بعد كده في بطولة افريقيا جامعات برضو ان شاء الله يعني نبقى فيها. وبقى ربنا يوفق في الباقي. بتتمنى توصل لايه من العاب القوى؟ اولمبياد طبعا، مفيش غيرها يا اولمبياد. اتمنى لك التوفيق وان شاء الله ترفع اسم مصر في الاولمبياد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا، ميرسي يا محمد. ميرسي. هلا هاني الحائزة على المركز الأول في 800 متر، هلا برحب بيكي وألف مبروك. الله يبارك حضرتك. هلا كلميني عن رحلتك مع ألعاب القوى من البداية. هو أنا اللي خلاني أجي ألعب القوى كابتن، شافني وأنا بجري في بطولة الخماسي فعجبه ستايلي وشبه الجري بتاعي كان حلو، فراح كلم الكابتن بتاعي الأول وهو بقى اللي ابتدى يجيبني هنا في ألعاب القوى. بقالك قد إيه بتلعبي ألعاب قوى؟ سنة أو سنة ونص. سنة ونص. ايه أصعب حاجة واجهتك من أول ما بدأت تتدربي أو تلعبي اللعبة دي؟ في لعبة الألعاب القوة؟ الجري. هو أنا أصلا لعيب الجري وبحبه، بس جت عليا فترة اللي أنا بقيت أخاف أجي أجري أو بخاف من التراك وكده، فابتديت دي أقاومها وابتدي أرجع تاني زي الأول. أنا أول ما دخلت لا كسبت وحققت مراكز والناس كلها كانت تعرفني وبقى ليا اسم. بس قعدت فترة بقى ما نزلش وفترة وقعت فيها فابتديت اسمي خلاص يروح، فابتديت أهو أرجع تاني بقى من الأول. حضرتي إزاي لبطولة الجمهورية النهاردة؟ ده بفضل الكابتن. ايه بقى احكي لي. هو عشان انا كان عندي بطوله الاسبوع اللي فات فانا ما حبيتش اتدرب قوي، بس هو اللي بقى يخليني انزل كل يوم معاه وشجعني انا اجري وبيقول لي هتعملي ايه وما تعمليش ايه وافتحي ازاي وكده، هو اللي خلاني احضر لكل حاجه. كلميني النهارده عن التراك او السباق اللي انتوا كنتوا فيه، اصعب لحظه كانت فيه، احكي لي من اول ما بداتي. هو كان حلو بس اصعب لحظه في اللفه الاولى، كنت معاش فجأة وقفت فيها وكنتش قادرة أجري خالص، بعد كده جيت خلاص عند اللفة الأخيرة قلت لأ دي خلاص ناقص لفة هفتح عشان يعني أرجع الناس تكتم فيا ويبقى أرجع تاني أحسن من الأول،
فما حسيتش بقى فيها، حسيتش نفسي غلط ان انا جيت للفينش. هلا انت بتلعبي باسم النادي الاهلي مظبوط، لعبتي في نوادي تانية ولا هو النادي الاهلي من اول؟ هو النادي الاهلي، لان انا اصلا ما بلعبش العاب قوه الا في النادي الاهلي بس. قولي لي انت نفسك في ايه او عايزه توصلي لايه؟ نفسي ابقى بطله عالم في العاب القوه. بطله عالم؟ اه، لان انا في الخماسي خلاص بطله عالم فيها. بالنسبه في العاب القوه اللعبه التانية بالنسبه لي يعني. ازاي بتقدري توفقي بين دراستك والرياضه؟ في ناس كتير في سنك شايفين انه دي حاجه صعبه قوي ان انا اكون بلعب رياضه، وبالذات الرياضات الصعبه دي، وفي نفس الوقت ابقى بركز في مذاكرتي. هو انا ثالثه ثانوي اللي مظبطه الوقت مامتي اكتر واحده، هي اللي مظبطه. ثالثه ثانوي دي اصعب سنه تقريبا. اه، هي بقى اللي مظبطه لي الوقت، انا ازاي عندي وقت بقى مذاكره، وقت بقى فيها دروسي، والوقت التاني بيبقى تمارين. بس اكبر وقت يعني اللي هو في اي وقت فاضي عندي بالنسبه لي اقدر اذاكر فيه. يعني ما فكرتيش اول ما جيتي تدخلي ثالثه ثانوي انه انا اوقف رياضه؟ هو انا حتى لو فكرت، انا عندي مامتي والكابتن بتاعي مش هيوافقوا. يعني انا ماما عندها لا رياضه لازم حتى أهم. اه جدا، قالت لو عندك امتحان الصبح بقى بالنسبه لك عندك تراعي عادي تروح التمرين عادي. فهي مش قادره توقفني الرياضه لو انا عملت ايه. الف مبروك وبتمنى لك التوفيق. شكرا يا هلا. ثانك يو. وليد لعبت العاب قوه، برحب بيكي في تاني سبورت، وعايزاكي تكلميني عن رحلتك مع العاب القوه بقى من اول ما بداتي. هو انا بدات وانا عندي 8 سنين بصراحه، يعني هي من اول حياتي تقريبا بلعب العاب قوه. كنت في الاول بلعب وزب و50 متر وانا صغيره، بس دلوقتي انا بلعب 100 و200 للكبار يعني. حلو قوي. الكبار اللي هم فوق ال20 الدرجه الاولى. الدرجه الاولى. انت منتخب مصر؟ اه. حلو قوي. كلميني بقى عن بطوله النهارده، انت النهارده بتعملي ايه؟ النهارده هو انا بس كنت نازله كتجارب عشان انا عايزه اكسر رقم تاهيلي لافريقيا، فبنزل العب كذا ماتش ورا بعض عشان لو كده يبقى بالنسبه لي بجري كذا مره عشان يبقى في منافسات كتير، بحس ان انا اكسر الرقم بعد كده. رانكينج يعني؟ اه بالظبط. بتاخدي نقط اكتر علشان الاولمبياد مظبوط؟ بالظبط، اولمبياد وبطولات افريقيا بره. تمام. في رحلتك اللي انت بتكلميني عنها في العاب القوه دي، والعاب القوه مش من الرياضات السهله، ايه اصعب حاجه عدت عليك؟ اصعب حاجه هي كانت الاصابات بصراحه، يعني هي يعني اصعب الحاجات اللي ممكن تبقى نفسيا للاعب وحشه جدا. طبعا اكيد مريت بحاجات مع مدربين ومع نوادي وكده، ورحت للنادي الاهلي استقريت خلاص في النادي الاهلي. انت لسه لاعبه في النادي الاهلي؟ اه، كنت بلعب في الاول في نادي في الاول في مدينه نصر، وبعدين رحت النادي الاهلي، مستقره دلوقتي في النادي الاهلي الحمد لله يعني. وبس هي اصعب حاجه بصراحه الاصابات والاحتكاكات مع الناس يعني الحمد لله. انا بتمنى لك التوفيق افريقيا وفي طوكيو ان شاء الله ترفعي كده اسم مصر. شكرا، شرفتيني. ميرسي. We'll be right back.
الثلاثي والحائز على المركز الاول النهارده. ياسين برحب بيك وببارك لك على المركز الاول. الله يبارك فيك. كلمني عن البطوله النهارده، عملنا ايه من اول ما البطوله بدات؟ من اول ما البطوله بدات جينا هنا قعدنا شويه، بعد كده التسخين بدانا الماتش، جه التسخين بدانا الماتش، ف يعني بصراحه كان في شويه توتر في الاول بس بدات اتغلب عليه مع المحاوله الثالثه، والمحاوله الثالثه دي هي اللي خلتني اخد اول ان شاء الله الحمد لله. بس كملنا الماتش وبعد كده جينا هنا خلصنا الماتش وقعد. كلمني بقى عن العاب القوه الوثب، انت قبل ما تلعب وثب كنت بتلعب حاجه تانية ولا دي اول رياضه؟ لا، اول رياضه لعبتها هنا في العاب القوه كان الوثب الطويل، بس لما جربت بعد كده الثلاثي لقيت نفسي بجيب فيه احسن ولقيت ارقامي فيه احسن فكملت فيه. قبل العاب القوه كنت بلعب باسكت، لعبت سباحه، لعبت ريشه طايره، لعبت كذا رياضه تانية قبلها كتير، بس استقريت هنا بقى لي 3 سنين وكم شهر. ليه بقى سبب استقرارك على اللعبه دي؟ سبب استقرار اللعبه دي ان انا لقيت نفسي فيها بجيب ارقام كويسه ومستوى كويس وحبيتها، حبيت اللعبه. بتفرق قد ايه في حياه الـ انت في سنك، يعني بتفرق قد ايه وجود الرياضه في حياتك؟ بتفرق كصحه، ان انا لما اكبر مثلا الصحه دي تفضل موجوده معايا. بتفرق هنا في ان انا بلاقي حاجه اشغل فيها وقتي بدل ما اتجه لطرق مش كويسه، لطرق مش صحيحه، فاهماني؟ ده الفرق اللي هي عاملاه في حياتي لحد دلوقتي، ان هي بتحافظ عليا، بتحافظ على صحتي، بتحافظ على حياتي، وفي نفس الوقت رياضه بمارسها وحاجه بحبها بمارسها. وكمان اعتقد لما بتحقق انجازات او زي النهارده مركز اول، ده نفسيا بيحسسك نفسياً ان انت نفسيا، ده حاجه، ده بيعلي النفسيه بشكل كويس جدا، اعلى من اي حاجه ثانيه بمعنى اصح. طب ياسين قولي اصعب حاجه كانت النهارده في بطوله النهارده وايه اللي جاي؟ اصعب حاجه في بطوله النهارده الاصابه اللي كنت بلعب بيها، دي كانت اصعب حاجه بالنسبه لي. ايه الاصابه؟ نعوج في العمود الفقري. الف سلامه. الله يسلمك. اللي جاي ان شاء الله، يعني من المستوى اللي شفته النهارده ان اللي جاي احسن بكتير ان شاء الله. هتشارك في بطولات البطوله العربيه؟ وان شاء الله. لا، عربيه مش عارف، لسه ما حددناش الموضوع يعني. ماشي، بشكرك، شرفتني في تنس بول. شكرا. ميرسي ياسين. كابتن فكري العقل، رئيس لجنه المسابقات وعضو الاتحاد المصري لالعاب القوى، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيكم ومتشكرين جدا على تشريفكم البطوله. اهلا بحضرتك كابتن. عايزك تكلمني عن المسابقات اللي بتقام من قبل اتحاد القوى او العاب القوى بصفه عامه، ايه المسابقات اللي بتقام على مدار السنه؟ والله الاتحاد بيقيم اكثر من سباق على مدار العام، سباقات شتويه وسباقات صيفيه. السباقات الشتويه او بنسميها احنا بطولات الدرع، بتبدا ببطوله 16 سنه ثم 18 سنه ثم 20 سنه ثم بطوله الكبار او الدرجه الاولى. بيتخلل هذه البطولات بطولات خاصه، بمعنى انها بطولات للمميزين في المسابقات. مثلا بعمل بطولات في الرمي، بطولات في الوثب، بطولات في بعض المسابقات او الايفنتات في الجري مثل ال100 متر وال200 متر و400 متر. ايضا بنكمل في الكاس اللي هو فصل الصيف، نفس المسابقات 16 سنه 18 سنه 20 سنه، مسابقات الكبار ايضا مسابقه تحت 23 سنه، ثم سباقات للمميزين في الانشطه. احنا مسابقه النهارده هي بطوله الجمهوريه لتحت 23 سنه.
مظبوط. بطولة مسابقات اليوم هي بطولة الجمهورية تحت 20 سنة. هذه البطولة هيختار منها الاتحاد منتخب مصر اللي يمثلنا في البطولة العربية تحت 20 سنة. وأيضا هي فرصة جيدة للمميزين اللي هيقدروا يجيبوا المستوى التقيل لبطولة العالم، وده تقام في دولة كينيا في النصف الأخير من شهر 6 بإذن الله. عدد اللاعبين المشاركين في بطولة النهاردة؟ النهاردة تجاوز العدد أكثر من 1700 لاعب ولاعبة، وده طبعا بالقياس لأي بطولة أو بالقياس لأي لعبة تانية عدد كبير جدا. طبعا كل لاعب بيأمل أنه يشارك في بطولة عربية أو يجيب مستوى تقيل لبطولة العالم. خلينا أخيرا نعرف السادة المشاهدين سريعا عن ألعاب القوى، هي بتضم إيه؟ ألعاب القوى بتضم مسابقات الجري والوثب والرمي. الجري بيبدأ 100 متر 200 متر 400 متر 800 متر، ثم المسافات المتوسطة والطويلة تبدأ 1500 متر 3000 متر 5000 متر 10000 متر. ده المسابقات اللي بتقام في المضمار. ننتقل للوثب، عندي وثب طويل، وثب عالي، ثلاثي، قفز بالزانة. دي الوثب. الرمي، عندي رمي الجلة، القرص، الرمح، المطرقة. يعني عندي أكتر من 22 مسابقة، ولذلك تعتبر أم الألعاب. متفاوتة كمان بالظبط، التفاوت في السرعات وتفاوت في الـ في الـ في القدرات البدنية، ده يخلي إنه إحنا يبقى عندنا لعيبة كتير جدا. التنوع في السباقات بيدي كل إنسان فرصة إنه يشارك في الجزء المميز فيه، في لعب في السرعة كويس، في لعب في التحمل، في لعب في الوثب، في لعب في الرمي، وذلك بيسموها أم الألعاب. مظبوط. أو عروس الدورات الأولمبية. مظبوط، بشكر حضرتك شرفتني في تيلي سبورت وبتمنى لك التوفيق. متشكرين جدا وأتمنى نشوف كل البطولات وشرفتونا. شكرا، ميرسي.